أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم القبة التي فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه سقف، كانت الحجرة مسقوفة يوم يدفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسقوفة. غاية ما يكون أنهم غيروا السقف من الخشب والطين إلى قبة، عقد قبة، ما في معنى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم هذه المقالة؟ أسألك لكن بناء القباب على القبور الأخرى هذا هو اللي ما يجوز، لأن هذا وسيلة إلى الشرك تعظيما، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور. الحجرة النبوية ما بنيت علشان القبر، مبنية مسكن للرسول والعائشة، دفن فيها صلى الله عليه وسلم، وبقيت على جدرانها وعلى سقفها محافظة على قبره صلى الله عليه وسلم من الغلو ومن فعل الجهال، هي محافظة. قالت عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك، يعني خشية الشرك، لولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي يصلى عنده. نعم.